شاهد برنامج اسال مجرب، برحب بحضراتكم. الموسم الماضي بالنسبه لاشجار المانجا كان موسم صعب، في ناس اشتكت وده كان واضح بالمزارع اللي احنا زرناها. التغيرات المناخيه بقى عليها عامل كبير جدا في تحديد نوعيه وجوده المحصول. هذا الموسم احنا بنتابع معاكم من بدايته وبنقول للمزارع خلي بالك، انتبه، في معاملات زراعيه لازم تتم، فتره انخفاض درجات الحراره وظهور الصقيع لازم تقوم باجراءات تدفئه من خلال الري مساء، دي كلها معاملات زراعيه لازم المزارع يبقى عينه عليها. بعض الاماكن واماكن كتيره جدا اللي هي المدن والاراضي الزراعيه الجديده بنتكلم على نوعية مختلفة من جودة المياه وجودة التربة، ودي بتحتاج من المزارع اليقظة. النهاردة وانا موجود في النبرية هوريكم نموذج جميل جدا للاهتمام بالأرض وبالزراعة. الأول برحب بحضرتك يا حاج، احكي لي بقى قصتك مع الأرض دي من أول ما جيت فيها. أول زرعة زرعتها كانت هي كنا زرعين كوسة، بس كانت نسبة الملوحة عالية. عملت إيه بقى في الكوسة؟ يعني أثرت برضو على المحصول بتاعها. أثرت على الإنتاجية. الإنتاجية بتاعتها كانت تعبانة. وبعدين وعندي جماعة جيران هنا برضو زرعين برضو، بس نسبة الملوحة عالية، الإنتاجية كانت ضعيفة خالص. ده من سنة ونص أول ما جيت كنت زرع كوسة. فابتديت تفكر بقى هتقول هعمل إيه في الأرض دي. حصل. عملت إيه بقى؟ طبعا كلمت باشمهندس نور وقال إن شاء الله نجيب لك الجهاز ونركبوه. لا قبل بقى ما أتكلم باشمهندس نور، يعني أنت أول حاجة كانت عندك هي المشكلة في ارتفاع نسبة الملوحة. الملوحة بس. الكوسة. تمام؟ حللتوا المية؟ حلناها. قبل ما افكر بقى في الجهاز، اكيد انتوا كنتوا بتقولوا لا نغير الزرعه نجيب اضافات، ما هو المزارع صعب يفكر. كنا بنجيب بقى الجراكن بتاعت الملوحه كتير. جربتها يعني. بس برضه النتيجه بتاعتها تعبان. مين بقى اللي قالك على اجهزه دلتا ووتر او هذه التكنولوجيا؟ والله انا سمعت عنه في التلفزيون فكلمت باشمهندس نور قلت له احنا عايزين جهاز عشان شفت برنامج اسال مجرب قبل كده. شفتني كنت مصدق الكلام اللي بقوله. أيوة. يعني قول لي بصراحه. اي أيوة والله بصراحه، يعني كنت مصدق ان الكلام ده فعلا بيحصل. انا كنت عندي هدف ان اسال مجرب الفلاح اللي يتكلم، اروح للناس واقعد معاها واكلم زي ما جيت لك النهارده. انا جاي لك من غير ما ارتب معاك ولا يا جاي صدفه كده. لكن لا هي مش صدفه، هو انا برضو جاي عارف ان انت مركب جهاز دلتا ووتر بس ما اتصلتش بيك. انا جيت اقول اشوف ايه النتيجه وارصد واسمع منك انت. شوف شوف النتيجه على الواقع. لا والله بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للجهاز دي بعد الزراعه زرعت عليه خيار شتى صيفي، بسم الله ما شاء الله كان طبعا الخيار ده حساس طبعا، يعني في ناس بتزرعه ما بينفعش خالص، ما ينفعش ما يمشيش. ليه ما يمشيش؟ نسبه الملوحه عالي. يا اما ان استنى ميه المحطه، ميه المحطه ما بتشتغلش الا الصبح لحد الساعه 11 لمواعيد مواعيد ويوم ويوم مش كل يوم. طبعا الخيار ده عايز كله، عايز الميه كل يوم صح، لان الارض رمله خفيفه فما كانش ينفع الخير عند الناس. زرعته بعد استخدام الجهاز. لا بسم الله ما شاء الله محصول الانتاجيه 10 على 10. وايه تاني جربت؟ ايه تاني؟ الخيار والفاصوليا الشتوي. الفاصوليا نجحت معاك؟ بسم الله ما شاء الله 10 على 10. ما شاء الله. المانجا دي اخبارها ايه بقى؟ لا المانجا دي حلوه ان شاء الله. هو الجهاز بقى له قد ايه راكب عندك؟ هو احتمال بقى له زي بتاع 8 شهور او 9 شهور. 8 شهور. في الثمان شهور دي فرقت معاك الانتاجيه؟ فرقت. طب انا عايز اسال سؤال تاني. الارض لما انا بقعد اروي ميه نسبه الملوحه فيها 2200 جزء في المليون. الارض بتبقى باينه ان هي مجهده لونها ابيض، لما ابتديت تروي بالميه المعالجه ما حصلش ليها نوع من الغسيل؟ لا ما حصلش في حته الملوحه البيضه دي ما حصلش خالص. الارض الزهر فائت. مش ظاهره. لا الارض فائت عندك. لا مش ظاهره. لا انا شايف ان انت مهتم بشتلات المانجا ودهنها. الدهان الابيض ده ليه بقى؟ دهان الابيض عشان السوسه، عشان السوسه ما تقدرش تخش. صح حصل. الاوراق بتاعتك اللي يجي يشوف، انا طبعا بالكاميرا هوريها لكم، الورق اللي هنا ده ما فيهوش اي مظاهر اجهاد، لا بسبب ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه، ولا نقول ان الصقيع ما اثر عليه. لا انا عندي محصول بسم الله ما شاء الله قوي، بسبب ان انا النهارده بستغل بعلم، بستخدم تكنولوجيا قدرت تؤهل الشتله وتمكنها من امتصاص غذائها. يعني انت لو دخلت عند اراضي من جيرانك هنا هتشوف الاختلاف ما بين شتلات المانجا بتاعتك وشتلات المانجا بتاعته. حصل. اشرحها لي كده. لا في اختلاف هناك برضه، نسبه الملوحه الورق مش شفشف والاطراف بتاعته كده، وفي يعني في عصاره ناشفه يامي مش زي عندنا، حتى لو عندنا فيه نسبه خفيفه، انما نحن جيراننا نسبه عاليه. استخدام التكنولوجيا دي وفرت في المصاريف اللي انت بتصرفها؟ وفرت. ما بنسحبش ملوحه خالص خالص خالص. لسه احنا طبعا كلمت الباشمهندس عايزين جيرك الملوحه للموسم الجديد بقى دي، يعني لسه المانجا دي شغاله ميه بس ايه من غير تسميد. هنبدا نسميده بقى دلوقتي. بالنسبه يعني هيجيب جيرك التسميد ويسمد الملوحه. اسرع يلا يا ابن بلدي ده سر.
محتاجه.